وعوده بقى الدكتوره ماجي وطالما بقى بنتكلم على فكره الحياه العسكريه اللي تقريبا كابتن حازم هو الوحيد اللي ايه يعني شت عن السرب انجاز التعليم. هو اللواء يحيى امام كمان لواء يعني طبعا انا عشان كده بقول لحضرتك هو الوحيد بقى اللي فلت من الحياه العسكريه هو كابتن حازم. بس انا عايز ارجع للحظه كده معينه برضو نعرف حضرتك مرت عليك اللحظه دي ازاي، اللحظه اللي عرفت فيها ان كابتن حماده سيشارك في حرب اكتوبر. هي يعني طبعا فترات صعبه لان كل حياه الجيش الهيئه فيها صعوبات دايما، طبعا تدريبات وسفر على طول بيبقوا مش متواجدين. يعني انا في اشرف ما كانش متواجد حماده وحازم يعني تقريبا نفس الشيء، دايما في عندهم دايما تدريبات طبعا. وسفر وبعدين في النهايه حماده كان في المخابرات العسكريه فبرضه يعني عملية مهمة وشاقة. لا وبالذات في الفترة دي كمان خاصة فهو يعني. طبعا عشان مش متواجد على طول زي ما قال أشرف كنت أنا بقى اللي بروح معاهم التدريب وأقف وأتابع وأوصلهم بالعربية وأرجع طبعا لسه صغيرين. بس المخاوف بقى على الزوج اللي هيشارك في حرب يعني أكيد طبعا لأنه عارف العيلة كلها، جوز أخته ظابط، ابن عمه ظابط، أخويا أنا ظابط ودخل الحرب الحربين 67 و73 فإحنا العيلة كلها يعني قوات مسلحة فطبعا فبالتالي مهيئين نفسيا للنوع ده. عندنا والدي مدير سلاح المهندسين كان يعني برضه فكلنا عشنا التجربة دي وعارفين أهميتها فعندنا قدرة يعني طبعا على التماسك محاولة إدارة البيت بقى وشؤونه طبعا يعني. لما جه عرض لحازم تقريبا كانت من 96 في إيطاليا، احكي لنا عن الكواليس بتاعة العرض ده، كنت خايفة ولا كنت مبسوطة يعني؟ أنا كنت مبسوطة جدا بس دايما بقول له إن أنا ندمت إن أنا ما روحتش معاه وقتها، أنا كان صغير يعني كان، وبعدين راح في أقوى دوري وقتها كانت إيطاليا هي قمة ال راح مع يعني برضو مجتمع مختلف تماما. حازم الحقيقه يعني عارف فروض الله سبحانه وتعالى ما بيسيبش فرد، فهو حس كده بغربه نفسيه جامده برضو. هم بالنسبه لهم انه جاي عليهم واحد من بلد يعني بالنسبه لهم كرويا مش، فطبعا ما كانوش باصين له نظره اللي يعني بالترحيب. فهو انا كان نفسي اروح بس طبعا هي وقتها كان رايحين معسكر فكان صعب اروح معايا بس يعني. كنت عايزه تروحي عشان تدعميه ولا عشان تحوطي عليه من المعجبات الايطاليات اللي بتتكلم في مستوى تاني بقى نفسيا يعني عشان يرجع يلاقي مثلا اكله يرجع يعني برضه سنه صغير وقتها 21 كان صغير. لكن هو نجح اكتر في هولندا لما عير هناك رحنا زرنا انا وحماده وحضرنا مباريات كانوا بيتغنوا بيه وغنوا له فعلا. جميل. يمكن قريب حتى احتفلوا بيه يعني اول مره تحصل انه يحتفلوا بلاعب كان عندهم يعني جاي مثلا اجنبي وسلموه وعملوا له احتفال في الملعب انه احرز اهداف وكان يطلع كل اسبوع احسن لاعب في هولندا يعني. عظيم. كانت فتره حلوه يعني.